اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعلنا لهم من البارين، اللهم وسع لهم في آخرتهم، اللهم ارفع درجاتهم وأعلي مقاماتهم، اللهم وأدخلهم جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. أصحبكم تسجيلات حامل المسك مع إصدارها الجديد والمتميز. بر الوالدين وأباك. يا عبد الله، يا تعال الله يهديك حفظك ربي. هاي مش بس هيا تفضل الله يحفظك. شلونك؟ السلام عليكم يا ابوي. يا هلا 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 يا ابوي. حبيت الكعبه ان شاء الله، حبيت الكعبه ان شاء الله، حبيت الكعبه. اقول لك خلينا نفتح الراديو ونشوف شنو في اليوم ان شاء الله. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. امك واباك. القيت عجوز في احدى القرى في كرتون ومعها ما يقارب 50 دينار ومعها علبة حليب. امك واباك. قد آواها ابنها بشرط ان تخدمه وتخدم زوجته وتخدم اولاده بهذا الشرط، والا اخرجت في الخارج. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. امك واباك. رجل كبير يلقى في المستشفى لم يسال عنه احد، ذهبوا وسالوا عنه الاطباء، الاداره سالت، فاذا له الابناء وله من الابناء وله من البنات، ولم يسال احد عنه لانهم لا يريدون ان يؤوه. هكذا يعامل هؤلاء الكبار؟ كيف تعامل الله عز وجل معهم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين امك واباك. لا لا حول ولا قوه. كنا شيء اللي تبيه يبا. في ناس يعقون والدينهم. يا سلام، بقول لك قصه عن نجار. هذا النجار مسوي صحن من خشب حق امه. عندهم بل عندهم، بس تدري امه كبيره وايدها ترجف، كل عطالها صحن صين ينكسر، وزوجته تطالع، زوجته تقار تدري بعد، كل ساعه كاسه صحن، فيعطيها هذا الخشب. ليش ما وكلها يبا؟ وهو هذا عاق حق امه. اي ها، شفت هاي القصه اللي بقولك عنها؟ شفت العاق؟ هذا العاق. شاف الولد، عرفت شلون؟ الولد يبا كان موجود شاف. اي شاف الاب وشاف هالشيء هذا. يبا لما تكبر انت وامي راح اجيب لكم مثل هذا الصحن. امك واباك. بر الوالدين. لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كان هناك رجل متزوج وعنده أبناء، وكانوا في حالة من الفقر، فسعى هذا الرجل وهذا الأب في جمع المال قدر ما يستطيع، فعمل صباحا ومساء لجمع هذا المال. وكان ابنه الأكبر أراد أن يعينه ابنه الأكبر على هذا،
ولذلك سعى الأب لتعليم ابنه ودفع الأموال لتعليم ابنه. ومرت الأيام وكبر الابن وتعلم الابن وماتت الأم، فأراد هذا الأب من ابنه أن يعينه في بناء البيت، لأنه قد استأجروا شقة وكثر الأبناء وما وسعته هذه الشقة الصغيرة. الأب دفع جزء من المال والابن دفع الجزء الآخر، ولكن الذي قام ببناء هذا البيت هو الأب، وأخذ يعتني بناء هذا البيت قال إلى أن قام هذا البيت. وعندما اقترب موعد السكن حاولت الزوجة، زوجة الابن، تزوج الابن من امرأة تحب الدنيا، ولذلك الأموال كانت كلها تنفق في ثيابها وفي الشهوات الدنيوية. حاولت أن تثني الابن ولكن الأب دفع جزء من المال. الشاهد من هذا انتهى البيت من البناء، سكن الابن مع أبيه، تبرمت هذه الزوجة من هذا الأب. كبر الشيخ وصل إلى 60 سنة، فأخذت تتبرم من طلباته ومن احتياجاته، صابه العجز، تبرمت منه إلى أن ثارت في يوم من الأيام في وجه ابنه، فقالت، خيرته بينها وبين الأب، إما أن يختار الأب أو أن يختارها. وكان الابن قد تعلق بهذه المرأة، فنازعته نفسه إلى أن تجاوب في ذاك اليوم. مساء ذاك اليوم عصرا قيل والسماء تمطر، فألحت على زوجها أن يخرج أباه، فأخرج أباه في فراشه ولفه في فراشه فأخرجه إلى الخارج عصرا حتى نستحي من الناس. فمرت المارض ورأوا هذا الوضع، فطلبوا رجال الأمن، عندما أتوا وكشفوا عن هذا الثوب أو عما في هذا الثوب وعما في هذا الفراش الخلق، وجدوه إذا هو شيخ كبير قد توفي هذا الشيخ، ورأوا فيه آثار الاختناق، فأخذوا فسألوا فأخذوا الإبن، حكم عليه بالسجن المؤبد. بقيت الزوجة هذه تبحث عن زوجها ومعها الابن وتنتظر خروج زوجها، إلى أن خرج بعد سنوات طوال، فخرج فرحا مسرورا باستقبال زوجته له واستقبال ابنه له. فعندما توجه إليهم قيل حصل الابن ما حصل، أنه حصل فيه اضطراب عندما رأى أباه قد خرج من السجن، وأراد أن يتوجه إلى أبيه ليستقبله وليحمله معه في هذه المركبة وفي هذه السيارة، والابن مستبشر والزوجة مستبشرة وهذا الزوج كذلك مستبشر. فعندما وصل إليه في بهذه المركبة قيل الطربة فصدم أباه، فوقع الأب ميتا، فازدادت الحسرة على حسرة، هو قتل أباه وهذا قتل أباه. عندما ذاك الأب أراد وتوقع أن الأمور خلاص قد انتهت والمشاكل قد انتهت من هذه الدنيا والصعاب قد انتهت بسكناه لهذا البيت الجديد، هذا ظن بأنه قد انتهى من هذه المشاكل بأن خرج من السجن والتقى بزوجه وابنه، فكانت النهاية على يد ابنه كما كانت نهاية أبيه على يده هو. ولذلك هذه حال أحوال الأبناء مع أبائهم. حال الأب يقول غدوتك مولودا وعنتك يافعا، تعل بما أحمي عليه وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت بشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم تدع حق أبوتي
فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا للخلاف كأنه على أهل الصواب موكل. هذه حال الأبناء وأغلب أحوال الأبناء مع الآباء إلا ما رحم الله. العقوق كأنه أصبح أصلا في الأبناء وفي أقل الأمور. الأب يقبل ويدبر، والأم تقبل وتدبر على ابنها، تسهر عليه وتسهر على مرضه وتسهر على أحواله، تبكي. إحدى الأمهات تقول: عندما أصيب ابني بالمرض أخذت ألحس مرضه، عندما أصيب بالجدري أخذت لعل المرض ينتقل إليه وليشفي الله عز وجل ابنه. تظن هذا، وهكذا كانت الأمهات يفعل، يسهرن مع الأبناء ثم في نهاية الأمر يذهب الابن ويرفع صوته على أمه، وربما يقوم بعقوق أمه بأشد من هذه الأحوال وأعظم من هذه الأهوال والعياذ بالله. يغسلان نجاسته ويغسلان أوساخه، هم يسعون ليكبر هذا الابن وليشب هذا الابن ويترعرع هذا الابن ويبلغ الابن المبالغ في هذه الدنيا، والابن يسعى لوفاة والده ولوفاة أمه ليرث منها وليتخلص من هذه المشاكل وليتخلص من كبرها. لذلك أخواني، الله عز وجل عظم من شأن الوالدين وعظم من شأن الأم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكثر من الدعاء: رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد سواء لابنه أو على ابنه، على ولده أو لولده تستجاب دعوته، والمسافر والمظلوم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، الله عز وجل يسأل عطاء فيستجيب لكم في هذه الساعة، إن دعوتم لأبنائكم أو على أبنائكم، إن دعا الوالد على ابنه أو دعا لابنه الله عز وجل يستجيب لدعوته. يقول سليم بن أيوب أحد الفقهاء وكان عمره 10 سنوات وذهب لتلقى القرآن ويتلقى القرآن من الشيوخ، فعندما وقف بين يدي الشيخ تلعثم ومن طلق لسانه ومن ربط لسانه، فقال له الشيخ: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: قل لها تدعو لك أن يرزقك الله عز وجل قراءة القرآن والعلم. قال: مرت الأيام، دعت لي والدتي على تعلم القرآن والعلم، فأصبح أحد الفقهاء وأحد المتمرسين في النحو والفقه، يقول: كبرت وأنا أقرأ في المسجد وأنا أقابل مختصر المزني في مذهب الإمام الشافعي في المسجد وأقابل هذا الكتاب بالنسخ الأخرى. قال: فإذا بالشيخ، ذاك الشيخ منذ سنوات كنت صغيرا، الآن أصبح كذا، أصبح شيخا وأصبح عالما هذا سليم. يقول: فدخل ذاك الشيخ ولم يعرفني وقد عرفته، فعندما أرى كيف أقابل مختصر المزني وما لي من المكانة، قال هذا الشيخ: متى نتعلم مثل هذا؟ متى نتعلم مثل هذا الشيخ ونصبح مثل هذا الشيخ في العلم؟ قال: فكرت أن أقول له: سل أمك أن تدعو لك، سل أمك أن تدعو لك كما قلت لي ووصيتني بتلك الوصية الجميلة. ثلاثة تستجاب دعوتهم. الإمام البخاري ذهبت عيناه في الصغر فأكثرت أمه من الدعاء له ليرد الله عز وجل عليه بصره، فرأت في المنام أن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول له:
اذهبي إلى ابنك فإن الله قد رد إليه بصره. فأصبحت فذهبت إلى ابنها، وإذا الله عز وجل قد استجاب دعوتها فرد إليه بصره، فأصبح من أكبر علماء الحديث وهو الإمام البخاري. الدعوة الولد وكذلك الدعوة على الولد. يقول الزمخشري وهو أحد المفسرين قال: كنت صغيرا فأمسكت عصفورا بخيط في رجله ففلت العصفور فجذبت الخيط فانقطعت رجله، فقالت أمي: قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا العصفور، كما قطعت رجل هذا العصفور، لأنها تألمت بقطع رجل هذا العصفور. قال: فمرت الأيام، ذهبت إلى بخارى لطلب العلم، وفي الطريق سقطت عن دابتي فانكسرت رجلي وتألمت ألما كثيرا، فقالوا: لا بد من قطعها، فقطعت رجلي وأنا قد ذهبت لطلب العلم استجابة لدعوة أمي. يقول أحدهم: كان أبي يلح علي بالموعظة على الالتفات إلى الشهوات وإلى شهوات الشباب، فلححت عليه أن يعرض عني فأصر وكنت عنيفا، قال: فضربته. وبين فترة أخرى يلح علي، قال لي: في يوم من الأيام اشتد علي بالإلحاح بترك شهوات الشباب وهذا الانفلات، قال: فغضبت في ذاك اليوم، في شدة غضبي ضربته واشتد ضربي له، فقال: تعلق بأسار الكعبة، فقال مخاطبا لله عز وجل: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي بها رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما استتم كلامه، ما استتم أبي كلامه حتى نزل بي ما ترى. قال: فكشف عن جانبه الأيمن فإذا قد شلت جانبه الأيمن وقد يبس جانبه الأيمن. أخواني، هذا بالدعاء، حتى بدون الدعاء، بلا دعاء يصاب الإنسان كاف بعقوقه لوالديه بلا دعاء ولم يدعو هم عليه، فالجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له من العقوبة في الآخرة، مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وأعظم قطيعة للرحم هو عقوق الوالدين. جلس المنتصر في يوم من الأيام وهو الخليفة العباسي في مجلسه وفي مجلس لهوه، فرأى بساطا فارسيا وفيه دائرة، وفي الدائرة فارسا وكلاما مكتوبا بالفارسيين، دعا المترجم قال: ترجم لي هذا. قرأ المترجم هذا الكلام الفارسي فقطب وجهه ونكس رأسه، قال: ماذا؟ قال: كلام لا يفهم. قال: ماذا قرأت؟ قال: كلام لا يفهم، لا مفهوم له. قال: ألححت عليك وأقسمت عليك لا أن تخذلني. وكان المنتصر قد قتل والده، أخذ الملك والخلافة بعد قتله لوالده. قال: ماذا مكتوب في هذا؟ قال: مكتوب فيه هذه صورة شرويه بن هرمز، بن كسرى بن هرمز، فإذا فيه يقول: قتلت أبي فلم أمتع بالملك سوى ستة أشهر. قال: ما مرت ستة أشهر على المنتصر بالله العباسي فإذا هو قد فصد بالسم، فأخذ يتجرع مرارة السم، فقال لأمه: يا أماه، ذهبت دنياي وآخرتي، عاجلت أبي فعوجلت، الجزاء من جنس العمل. كان رجلاً عاقاً لأبيه، فأخذ أباه في يوم الأيام واشتدت بينهما وأقسم ليقتلن أباه، فعندما ذهب لأبيه وأجلسه في الصحراء وجلسه عند الصخرة قال: أبوه، ماذا تريد أن تفعل بي؟ قال: أريد قتلك. قال: يا بني، إذا أبيت إلا أن تقتلني فخذني إلى تلك الصخرة. قال: ولينا. قال: فإني قد فعلت بجدك كما فعلت أنت بي، وسيأتيك اليوم. قال: سيأتيك اليوم، ولكن اقتلني عند تلك الصخرة، فالجزاء من جنس العمل. ويقول أحدهم: يقول أصمعي: مر أعرابي برجل بشاب وأمامه شيخ ويضربه بالصوت، والشيخ معه كأنه معه الدلو،
لجمع الماء لجمع الماء. قال ويحك، أما تستحي؟ أما تخشى الله؟ أما ترحم هذا الشيخ الكبير؟ قال هذا، قال وهذا أخزاك الله. قال ما علمت، وفعل بأبيه كما فعلت أنا به. وهذا أخزاك الله. قال ما علمت، وفعل بأبيه كما فعلت أنا به. الجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. وأني من أجل ذلك روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب. أوسط أي أرفع وأفضل أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ، احفظ ذاك الباب أو أضع ذاك الباب على قدر طاعتك وعلى قدر عقوقك والعياذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الطبراني: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتم أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، إذا تواصلوا تكثر هذه الأموال. هذا فتى بني إسرائيل عندما الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة، فعندما تعنتوا الله عز وجل شدد عليهم، فكانت مواصفات معينة ذهبوا للبحث عنها ما وجدوها إلا عند فتن، إلا عند فتن من فتيان بني إسرائيل، من أفقر فتيان بني إسرائيل، وكان بارا بأمه، ما وجدوها إلا عنده. كم تريد أن تبيعها؟ سأل أمه، قالت 12,000 دينار ذهب. قال لا نعطيك. قالت إذا لا تبعها يا بني. ما باعها. فذهبوا إلى موسى عليه السلام فسألوا، قال أعطوه، أعطوها كما تريد. ولذلك أخذ الفتى 12,000 من الذهب مقابل طاعته لأمه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكونوا فقراء ولكن تكثر أموالهم إذا تواصلوا. وإذا يقول عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. قلت: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر في الجنة ويتمتع بالقراءة، قراءة القرآن. قال: كذلك البر. قام رجل وسأل ابن عمر وهو يطوف، قال: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة عند الولادة، ولا بزفرة واحدة، هذه ما تجازيها، وهذا من مكانة الأم عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كلما رأى يخرج من البيت سلم على أمه ورحب بها ودعا لها ودعت له، وإذا دخل سلم عليها ودعا لها ودعت كذلك له. وقيل لزين العابدين، وكان أبر الناس بأمه، قيل له: كيف أنت أبر الناس بأمك؟ فإن جلست إليها في الطعام لا تأكل معها؟ قال: والله أخشى أن تسقط عيناها أو عينها على طعام أمد يدي إليه، أمد يدي إليه فأكون قد عققتها، ولذلك أنتظر إلى أن تنتهي آكل بعدها وألتقم بعدها. أمك وأباك بر الوالدين. وأني دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير بيديك والشر ليس إليك. فكل ما يقدره الله عز وجل خير، وكل ما يقدره الله عز وجل فهو حسن، بل هو أحسن. وهذه تقدير الله عز وجل، ولكن نظر الناس وإدراك الناس حكم هذه التقدير من هنا يدخل الضعف، ويدخل كما يقال عدم الفهم، ويدخل عدم تقدير هذا الخير الذي قدره الله عز وجل. من ذلك أخواني كبر السن والشيخوخة. قال الله عز وجل: الله خلقكم من ضعف، وهي مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهي مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هي مرحلة الشيخوخة والكهولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبدأ الإنسان كما يقال مرحلة الطفولة مرحلة ضعف، ثم قوة في مرحلة الشباب. بعد القوة يشرع هذا الإنسان في إلى مرحلة الكهولة، ويشرع في مرحلة النقص، يكتهل ثم يشيخ ثم يهرم بعد ذلك، فتضعف الهمة
والحركة والبطش ويشيب الشعر وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. مظاهر هذا الضعف ظاهرة، فمن ذلك ضعف الجهاز العضلي، فربما يصل مرحلة الترهل وضعف الجهاز العظمي. العظام سريعة الانكسار، ضعف الجهاز العظمي، ولا يستطيع كذلك العظم عظم الظهر وهو العمود الفقري أن يحمل الجسد فيضعف هذا الجسد ولذا ينحني. وضعف الحواس لدى المسن من البصر والسمع وكثرة الأمراض التي تصاحب هذه المرحلة وتنوعها، أمراض مزمنة، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط وغير ذلك من الأمراض. ويظهر التغير في الجلد الظاهري، يظهر هذا التغير واضح. طبيعة النمو، نمو الإنسان وهو المولود، طبيعة النمو كما يقال من الأعلى إلى الأسفل. يستطيع المولود أن يتحكم برأسه، ومع الأيام يتحكم في يديه، ومع الأيام يتحكم في قدميه ورجليه. القوة من الأعلى إلى الأسفل، وفي الشيخوخة بالضد، من الأسفل إلى الأعلى. الرجل تضعف، ثم اليد تضعف، ثم بعدك يصعب عليه التحكم في رأسه عند بعضهم. ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان شابا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على أن يخفف، ولكنه أصر على الإكثار من هذه العبادة. بعدما كبر وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أني كبرت وضعفت، ضعفت فضعفت هذه الأجزاء وضعفت هذه الأجهزة. لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تبارك وتعالى: ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وفي آية أخرى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نسيان، عدم تمييز أحيانا في بعض الأحوال. ولذا قال ابن أبي ليلى: كنا نجلس إلى زيد بن أرقم، وكان زيد بن أرقم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال له: حدثنا بعدما كبر، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنا قد كبرنا ونسينا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، يحتاج إلى ذاكرة قوية. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد أن يرد إلى أرض العمر، فكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من البخل والكسل والهرم، وأن أرد إلى أرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فأرض العمر هي مرحلة الخرف، وليس مرحلة الشيخوخ، إنما مرحلة الخرف، فيه اختلال في العقل والحواس والضبط والفهم، وكما يقال تشوه في بعض المنظر، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في كثير منها. وهي مرحلة نكسة الطفولة، ينزل ويتراجع ويقل هذا العلم، وتضعف أعصابه كما علمنا، ويضعف احتماله. الطفل إخواني محبوب اللذة، قالوا يرد إلى أرض العمر، أي يرد وينتكس، وكما قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال ينكس، أي يرد إلى مرحلة الطفولة. الكبير الذي نكس يرد إلى مرحلة الطفولة، ولكن الفرق واضح. لذغة الطفولة مقبولة ومحبوبة، وتتبسم لها القلوب وتضحك لها الوجوه، بينما الشيخ لا يقال في عثرته ولا تقبل لذغته، وهو مثار للسخرية عند كثير من الناس. كلما بدت حماقة من الطفل قبلها الناس وتقبلوها بلطف وإعجاب ورحابة صدر، بينما الحماقة من الكبير تصبح مثارا للسخرية ومثارا للسب والشتم والإعراض عن هذا الكبير. سأل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن مسعود عن حاله، فقال: ما يسأل أمير المؤمنين عمن سقطت ثمرته وذبلت بشرته وبيض شعره وانحنى ظهره، وكثر منه ما يحب أن يقل، وصعب منه ما يحب أن يذل، وترك المطعم وكان المنعم، أي كان يتنعم بالمطعم، وهجر النساء وكن الشفاء، وقصر خطوه وذهب لهوه وكثر سهوه، وقرب بعضه من بعض فقل إيحاؤه وكثر ارتعاشه، فنومه سبات وهمه ثارات. ولذا الخصائص العقلية للكبير تقل بعض الشيء،
فينسى الأسماء وينسى الوجوه، وهذه فيه خيرات كثيرة، ولكنه لا ينظر الإنسان إلا كما يقال إلى الجزء الخالي من الكأس، ولا ينظر إلى ثلاثة أرباع الكأس، فينظر إلى نفسه بأنه ينسى الأسماء وينسى الوجوه وينسى الأخبار وينسى المحفوظات، وهي لو تذكرها دائما ربما زادت همومه. قالوا: وما تقال له عثرة؟ يتذكر البعيد وينسى القريب. قال: ويقل عند بعض الكبار الاتزان، ولكنه على قدر حياته وعلى قدر شبابه، إن حفظ الله في شبابه حفظه الله عز وجل في كبره، وإن نسي الله عز وجل في شبابه أعرض الله عز وجل عنه في كبره، فيقل اتزانه، وإن كان متزنا في شبابه اتزن في كبره. التشبث بالرأي من ميزات الكبار، قلة الانتباه، وهذا فيه خير كثير لئلا يتعب كما يقال نفسيا، يشعر بالانعزال. لما يشعر بالانعزال؟ وهذا كله بسبب ما حوله، لأنه كما يقال ظهر عليه الضعف وظهر عليه الكبر وظهرت عليه الأمراض، فما يستطيع أن يشارك في اللقاءات والمناسبات والزيارات، هذا يمنعه من هذه المشاركة. زد على ذلك أنه يشعر بالوحدة الرهيبة، موت الأصدقاء وموت الرفقاء وموت أحد الزوجين، ويبقى وحيدا، يتزوج أبناؤه فيتركه الأبناء ويبقى وحيدا، يتخلى عنه أولاده، يأتي الغريب في البيت، زوجة الابن، فتدخل في البيت وينسى هذا الأب أو تنسى الوالدة، يفكر بقرب موته فيشعر بأنه عالة على من حوله، وحوله ومن حوله لا يطيقون له أمرا ولا يطيعون له أمرا. ما نتائج هذا التعامل من قبل من حوله؟ يشعر بسبب تعامل من حوله بصعوبة التوافق معهم وصعوبة المجاراة هذه الأحداث، فيتعصب للماضي ويتعصب للعادات ويتعصب لرأيه ولجيله، ويقف ضد كل جديد بسبب تعامل من حوله، لا بسببه هو ولكن بسبب تعامل من حوله. لا يقبل بأي تغير اجتماعي يؤثر عليه ولا يصب في صالحه، يقف ضده، يعاند، وفيه صلابة رأي، ينفعل لأمور وهمية لا حقيقة لها، يسيء الظن، يكثر من الاعتراض، حالات الاكتئاب والتقلب المزاجي واضحة، ولا يتكيف مع الآخرين ولا يتحمس للمشاكل الجديدة، ويقدم ربما حلولا تصلح للماضي ولا تصلح للحاضر. هذه نظرته أو هذه نظرة الناس إليه وهكذا يتعاملون معه سبب له كل هذا الشعور، وإلا في الإمكان أن يتعامل بأرقى من هذا، ويستفاد من الخير الكثير الذي صبه الله عز وجل فيه، والخير الذي فيه ربما أكثر من الخير الذي في الشباب وفي مرحلة الشباب وفي مرحلة المراهقة، ولكن الناس لا ينظرون إليه نظر الكأس المملوء الماء، ينظرون إليه نظر الجزء الباقي الذي لم يكتمل من الكأس، ينظرون إلى الفراغ في تعاملهم معه. عنده خبرات كثيرة لم يستفد من خبراته، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من خبرات الكبار، الله عز وجل أمره بالمشاورة، مشاورة من؟ مشاورة الكبار. كان يشاور أبا بكر، يشاور عمر، إذا قال أبو بكر رأيه لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي غيره، فهو أكبر الصحابة وهو أفهم الصحابة وهو أخبر الصحابة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو الأمر في حق الكبار هم أصحاب الخبرات. ولذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عندما خرج إلى الشام قيل بأن انتشر فيه الطاعون، فجمع من المهاجرين فلم يتفقوا على شيء، جمع الأنصار لم يتفقوا على شيء، جمع كبار قريش، جمع كبار قريش وأخذ رأيهم، اتفقوا على رأي واحد عدم الدخول إلى الشام، فانبسط عمر رضي الله تعالى عنه وبدت أسارير وجهه وأمر بالرجوع وعدم الدخول. أهل الخبرة والكبار لهم خبرات كثيرة، ولذا عندما خرج عوف بن مالك وهو أمير هوازن خرج لقتال الصحابة رضي الله تعالى عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، خرج معه رجل من أكبر أهل الطائف، ماذا قال له؟ قال: ما لي أسمع، وهو كفيف، قال: ما لي أسمع رعاء البعير وغير ذلك، وأسمع الشياه وأسمع النساء وكاء الصبيان. قالوا: أخرجهم عوف بن مالك. لمن؟ قال: ليقاتل الإنسان عن ماله وعن أهله. قال: بئس الرأي، والله إنه صاحب شاه، يعني هذا يرعى
الشياخ خير له من أن يأتي ويتأمر عن الناس. ما ينفع الناس إذا هزموا أخذت أموالهم وسبيت نساءهم، وفعلا هذا الذي حصل. صاحب خبرة ولكنه لم يأخذ بخبرة هذا الرجل الكبير. الإنسان الكبير عندما يشعر بالضعف ويشعر بالمرض، طبعا هذه الخبرة بسبب التجارب الكثيرة التي مرت عليه لم يستفد منه. هذه الأمراض التي يصاب بها الكبار هذه خير لهم، وهذا الضعف ربما بل هو خير لهم. ينظر إلى الأمور على حقيقتها. الإنسان إذا أصابه الضعف وإذا أصابه المرض ينظر إلى الأمر على حقيقته، يتحسر على الأخطاء التي أخطأ في حق فلان. ربما هو شاب ومريض في المستشفى يعتذر من فلان ومن فلان ومن فلان لأنه أخطأ في حقهم وأخطأ في حقوقهم، فينظر إلى الأمور على حقيقتها. تذهب عنه الشهوات، إذا ظهر الضعف ذهبت عنه هذه الشهوات، فإن ذهبت الشهوات استقر الأمر واستقر العقل ونظر إلى الأمور على حقيقتها. وعندما تذهب هذه الشهوات يكون على استقامة وفي طريقه إلى الله عز وجل. هذه اللحظات لحظة الكبر، يحتاج الإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل، سيفارق الدنيا. فإن ذهبت هذه الشهوات وظهر الضعف التجأ إلى الله عز وجل في حال ضعفه، وهذه طبيعة الإنسان شابا أم كان كبيرا، إذا ضعف التجأ إلى الله عز وجل. والكبير من أحوج الناس للالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، تجده يرجع إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الحج وإلى الأعمال الصالحة، وهذا هو المطلوب لئلا يموت على شهواته والعياذ بالله، فيلاقي الله عز وجل وقد غضب الله تبارك وتعالى عليه. حكم كثيرة تخرج من الكبير في حال كبره ولا تخرج منه حال شبابه لكثرة خبرته ولما يرى الأمور على حقائقها. فيه خيرات كثيرة أمام هذا التعب الذي يتعبه هذا الإنسان وهذا الرجل الكبير في حق أبنائه، ليل نهار يسهر على أبنائه، فيستحق أن يعق. هكذا يتعامل الأبناء معه، يتعامل معه بالعقوق. تلك المرأة العجوز التي تركت على البحر ومعها ورقة، دخل عليها الليل سألها الناس ما بالك، قالت ذهب ابني عن قريب وسيأتي، فإذا بيدها ورقة. قد دخل الليل الساعة 12 الآن، رأوا بيدها ورقة اذهبوا بها إلى أقرب مكان لرعاية المسنين. بعد هذا العمل وبعد هذا التعب هكذا تعامل. رؤية امرأة في بلدة مجاورة قد ألقيت عجوز في إحدى القرى في كرتون ومعها ما يقارب 50 دينار ومعها علبة حليب، وقد ألقاها ابنها في هذا المكان وليأتي الناس ويرعوا هذه المرأة العجوز. أم قد آواها ابنها بشرط أن تخدمه وتخدم زوجته وتخدم أولاده بهذا الشرط، وإلا أخرجت في الخارج. أعرف كذلك امرأة كان ابنها قد وضع لنفسه كما يقال جرسا، إذا أراد شيئا ضرب هذا الجرس، فأتته أمه وهي منحنية، ماذا تريد؟ أريد ماء، أريد كذا، وهو جالس في مكانه، ما كبر حتى اختل عقله، أعاذنا الله عز وجل من هذا الوضع. رجل كبير يلقى في المستشفى لم يسأل عنه أحد، ذهبوا وسألوا عنه الأطباء، الإدارة سألت، فإذا له الأبناء وله من الأبناء وله من البنات، ولم يسأل أحد عنه لأنهم لا يريدون أن يؤوه. هكذا يعامل هؤلاء الكبار؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة العظيمة؟ كيف تعامل الله عز وجل معهم؟ قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف لا يجوز لك أن تقولها لهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال لا تشير بيدك، هكذا الإشارة باليد غير مقبولة، لا باللسان أف أقل الكلمات ولا الإشارة باليد، فكيف بالعقوق؟ أعاذنا الله عز وجل من ذلك. ولذا قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الشعور بالانعزال لا يشعر الكبير حينئذ بالانعزال، لا يشعر بأنه ثقيل على الناس وأنه عالة على الناس، الكل يتلقفه بالوالدين إحسانا، إذا أحسنت إلى مخلوق فأحسن إلى الوالدين أحسن من كل مخلوق، أحسن إليه أكثر ما تحسن إلى أبنائك، أكثر ما تحسن إلى زوجك، أكثر ما تحسن إلى أي مخلوق على وجه الأرض في وقتك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أحسن إليهم. قالوا بالوالدين إحسانا أفضل التعامل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تظهر التأفف وأنهم عالة، بل انتفع منهما وأشعرهم بأنك أنت العالة عليهم، وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إن صرخ عليك أقبل، إن منعاك امتنع، إن أمراك ائتمر. أضل لهم أنك تحبهم، وأنهم ليسوا عالة، وأن ضعفهم هذا ينتفع منه، وأن فيه حكم كثيرة وستنتفع من خبراتهم. هكذا تعامل معهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عليك دائما أن تشكر الله عز وجل وتشكر لوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله عز وجل أمر بصلة الأرحام، وأولهما الآباء والأمهات. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هكذا تعامل مع الوالدين بهذه المعاملة، لئلا تشعره بأنه عالة، وألا تشعره بهذا الضعف الذي أصابه والذي فيه خير كثير. عالجها الإسلام كذلك بتقصير الصلاة. انظروا حتى الإسلام في العبادات، عليك أن تقسم هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فإن صلى أحدكم بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير، كما في حديث البخاري. وفي الصيام يطعم بدلا من الصيام إن لم يستطع، ويكون بمثابة الصيام. له الأجر والعدال كما يقال ماشي في الأجر، ولا يذهب عنه عمله في الشباب، وإنما إن كبر فضعف فله الأجر كما لو كان يعمل في حال شبابه. الصدقة مفتوحة له، يستطيع أن يتصدق. الحج ساقط عنه لأنه قد عجز. التوقير ليس منا من لم يوقر كبيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: عليك بالتوقير، ابدأه بالسلام، لا تتجاهل الكبير، إن رأيته ابدأه بالسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والبدء بالطعام، البدء بالكلام. أتت مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلموا، فقام الصغير يراد أن يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كبر كبر، ابدأ بالكبير. ولذا البركة مع الأكابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان: البركة مع أكابركم. فيهم خير كثير، ولكن أعرض الناس عن هذا الخير الكثير وعن هذه البركة التي فيهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، بل يستجيب الله عز وجل دعاه ولا يرده، كما دعا زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أتته البشارة في نفس الوقت، في وقت قريب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى على كبر. أتته البشارة لأنه دعا الله عز وجل على كبره، فالله عز وجل عظم هذا الكبير عندما دعا، فاستجاب الله عز وجل لدعاء الكبير. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينه، ونعوذ بك من كل صاحب يردينه، ونعوذ بك من كل أمل يلهينه، ونعوذ بك من كل فقر ينسينه، ونعوذ بك من كل غنى يطغينه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ادخلهم جنة الفردوس، اللهم أظلهم في ظل عرشك يوم لا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية دولة الكويت، هاتف رقم 26424848 4840740. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم